السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من جرامر الوحدة السابعة. وطبعا الجرامر ده بيكلمني عن how to make a question، يعني إزاي أعمل سؤال. ولو أنتوا فاكرين أو الناس اللي تابع معانا، إحنا فرضنا حلقتين اتنين في بداية الترم خالص للجرامر ده، how to make a question، إزاي أعمل سؤال. وقلنا عشان اعمل سؤال لازم اكون حافظ الهيلبينج فيربس، يعني الافعال المساعده. وشكل ما قلنا ان الافعال المساعده دي هي فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، اند مودال فيربس، والافعال الناقصه. الافعال المساعده دي هي اللي بيعتمد عليها تكوين السؤال، لان شكل ما احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين اتنين من السؤال، اليس اند نو كويستشن، يعني السؤال اللي بيبدا بفعل مساعد ويكون اجابته بيس ونو، وكمان الـ WH question، السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام وبرضو بيجي وراها helping verb، يعني فعل مساعد. مهم جدا الشرح ده، تعالوا نفتكر بسرعة احنا قلنا ايه في الجرامر ده في بداية السنة. تعالى نتكلم النهاردة بقى عن how to make a question، ازاي اكون سؤال، ازاي اعمل سؤال في اللغة الانجليزية. وده طبعا جزء مهم جدا في اللغة، لانه بيساعدني في حل المحادثات، بيساعدني دايما في حل المحادثات، سواء كانت المحادثات دي قصيرة من الديالوجز or طويلة ديالوج كامل. طبعا شكل ما قلنا النهاردة هعرف ازاي اكون سؤال في اللغة الانجليزية، وبرضو بدون ما اعرف زمن الجملة ايه، يعني انا مش محتاج اعرف زمن الجملة دي عشان اعمل سؤال. وده طبعا برضو هيعتمد على الهيلبينج فيربس، الافعال المساعدة. يبقى اذا هنوي تاني ان انا لازم احفظ الافعال المساعدة كويس جدا، شكل اسمي. قلت يا جماعة اللي بيتابع الحلقات دي لازم يسمع كل حلقة من اول دقيقة لاخر دقيقة، اما انك تدخل وتسمع دقيقة او دقيقتين كل الكلام ده مش هيفيدني بشيء، وبالذات طالما انت طالب وبتدرس منهج. تعال بقى نشوف النهاردة ازاي هكون سؤال باستخدام الافعال المساعدة ودون معرفة زمن. في البداية لازم اعرف ان انا عندي two kinds of questions، يعني نوعين اتنين من السؤال، yes and no question and the WH question. طبعا عندنا نوعين اتنين من السؤال، السؤال اللي بيكون اجابته بيس ونو، وكمان السؤال اللي بيكون بادئ بأداة استفهام. وطبعا سواء كان هو yes and no question or WH question هتلاقيني برضو بحتاج فيه للhelping verb للفعل المساعد. تعالوا نشوف النهاردة أول نوع معانا من الأسئلة، وهو الـ yes and no question، يعني السؤال اللي إجابته بيس ونو. قبل كل شيء لازم أكون عارف إن السؤال اللي هكون إجابته بيس ونو هو السؤال دايما اللي بادئ بفعل مساعد. يبقى هرجع تاني، لازم أحفظ الفعل المساعد كويس جدا. إذا بدأ السؤال in English بفعل مساعد، معناها إن السؤال ده معناه هل، وإجابته دايما بيس ونو. فلما أجي أقول Is he a teacher؟ يعني هل هو مدرس؟ هنا طبعا لو هو مدرس هجاوب بيس، وتقول Yes he is or no he isn't. Yes he is or no he isn't، شكل ما احنا متعودين في السنين اللي قبل كده. يبقى أي فعل مساعد في أول السؤال هيكون معناه هل، وهجاوب عليه بيس أو نو. أي فعل مساعد من اللي احنا خدناهم دول، سواء verb to be or verb to do or verb to have or the modal verb، أي حاجة من دول لو جيت في أول السؤال هيكون معناها هل، والإجابة عليها هتكون بيس ونو. Another example when I say will you travel to أسوان، هل أنت هتسافر لأسوان؟ والله لو أنا هسافر هقول يس، لو أنا مش هسافر هقول نو. طيب لو أنا قلت يس بطلع بدل فاعل مع فعل مساعد عشان أدي short answer، فبالتالي هقول yes I will. طيب لو أنا مش مسافر هقول no I will not or no I won't. ولاحظ هنا أني لما أجاوب بنو دايما بجيب مع الفعل المساعد بتاعي not، وشكل ما احنا قلنا قبل كده ان not دايما في الجملة بتيجي وراء الفعل المساعد. وبالتالي طالما اي فعل مساعد بيجي في اول السؤال بيكون معناه هل وبجاوب عليه بيس ونو، اذا اي اجابة فيها yes or no يبقى سؤالي فيها هيبدأ بالhelping verb بالفعل المساعد. وهنا هنقسم برضو الافعال المساعدة شكل ما قسمناها في النفي. اول حاجة verb to be مع الافعال الناقصة ده لوحده، تاني حاجة verb to do لما يكون جاي كفعل اساسي، وتالت حاجة verb to have لما يكون جاي كفعل اساسي
او كفعل مساعد. ورابع حاجة الجمل اللي انا مش هلاقي فيها اي افعال مساعدة. يا ترى هعمل سؤال في النوعية دي من الجمل ازاي؟ تعالوا نبدأ مع بعض بأول حاجة وهي verb to be and the modal verbs. قال لي اذا كانت الاجابة بيس اور نو، اذا كانت الاجابة بيس او نو، اذا انا هبدأ بالفعل المساعد. لو لقيت الفعل المساعد بتاعي verb to be or modal verb على طول باخده وابدأ بيه وابدل معه الفعل. For example، على سبيل المثال when I say yes Ali is at home، yes Ali is at home. طبعا هنا المطلوب مني ان انا اعمل سؤال بشوف هلاقي الاجابة دي بيس، وطالما الاجابة بيس معناها ان السؤال ده كان بادئ بفعل مساعد. لما اروح هلاقي verb to be، اذا من غير ما افكر طالما هو verb to be هاخد verb to be اللي موجود عندي ده وابدأ بيه اللي هو is، وبالتالي الفاعل بتاعي اللي هو قبل verb to be باخده واجيبه بعده فيبقى is علي، is علي، واكمل بقية الجملة شكل ما هي وبقية السؤال شكل ما هو فهيبقى is علي at home، is علي at home. المثال التاني لما يجي يقول لي no they aren't playing tennis، no they aren't playing tennis. طبعا لما بص للجملة دي، الجملة دي اجابتها بنو معناها ان السؤال بتاعي هيبدأ بفعل مساعد. لو رحت هلاقي verb to be، وانا قلت يا جماعة verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي بحط وراه نوت في النفي او باخده اسأل بيه في السؤال، فبالتالي هبدأ ب are. طب not هعمل فيها ايه؟ هحذفها طبعا لانها كانت جاية عشان no، فبالتالي هقول are they playing tennis، are they playing tennis. انا قلت طالما الفعل المساعد بتاعي موجود ببدأ بيه وبعدين اجيب كل اللي قبله بعده، فبالتالي هقول are they playing tennis. المثال التاني لما اجي اقول yes احمد was watching TV، yes احمد was watching TV، طبعا الاجابة هنا yes، يبقى اذا السؤال بتاعي هيبدأ بفعل مساعد. هروح الاقي was verb to be من غير ما افكر هبدأ بيه، فبالتالي هقول was وبدل احمد وبالتالي اكمل watching TV واحط الquestion mark بتاعتي علامة الاستفهام was احمد watching TV. واحد هيسألني يقول لي طب ما قلتش was he watching TV؟ هقول لك لا طبعا. ليه؟ لان لو انا عندي احمد في السؤال قال لي عادي اعوض عنه في الاجابة لاني خلاص انا بقيت عارف بتكلم على مين، لكن لو احمد في الاجابة بطلعه شكل ما هو احمد في السؤال، لان في السؤال معناه ان الكلام ده اللي ذكر الاول مش هجيب ضميره بعدين اعوض عنه باسم. طيب تعالى بقى حاجة مهمة لازم اخلي بالي منها وانا جاي اعمل السؤال لما يكون الفعل المساعد بتاعي verb to be. طبعا عندنا ضمير المتكلم I لما لقيه في الاجابة بطلعه ليو، لان ضمير المتكلم I كان يو في السؤال، كان ضمير المخاطب يو، وكذلك we برضو بتبقى you، فبالتالي لو انا عندي I am فبالتالي لو انا حولت I ليو لازم am تتحول لار، عشان كده دايما بنقول ان I am بتطلع في السؤال دايما are you، نفس الكلام مع I was. طبعا I لما تتحول ليو يو ما بتاخدش was، يو بتاخد were، فبالتالي لازم I was تتحول لwere you. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي yes I am reading، yes I am reading، لما اجي اقول لك اعمل لي سؤال هتقول لي الاجابه هنا بيس، معناها ان السؤال بتاعي لازم يبدا بفعل مساعد، فانا لقيت في الاجابه I am فبالتالي هطلع are you، فبالتالي هقول are you reading، are you reading. Another example when I say no I wasn't at home yesterday، no I wasn't at home yesterday، طبعا الإجابة هنا بنو فبالتالي هبدأ بالفعل المساعد المفروض ان هو was، بس حاليا موجود عندي I وI دي بتطلع you فبالتالي معها was لازم تتحول لwere، وطبعا بشيل not، فبالتالي هقول were you at home yesterday، were you at home yesterday. طيب حاجة مهمة جدا بقى لازم اخلي بالي منها في تكوين السؤال، لاحظ ان انا لما اكون السؤال اللي كانت اجابته بيس ونو انا يدوب ببدأ بالفعل المساعد وبدل مع الفاعل واحط علامة الاستفهام في الاخر، ما بشيلش اي حاجة ولا بغير اي شيء. قال لي بس خلي بالي اذا كان نو ما معهاش مع الفعل المساعد بتاعها not لازم اغير في السؤال. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي no he is a doctor، no he is a doctor،
يعني لا ده هو دكتور. طبعا هنا لو لاحظت هتلاقي ان no مش جاي معاها not مع is، يعني ما قالش no he isn't، لا قال لي no he is. معناها ان no هنا جاي وراها جملة مثبتة مش جملة منفية. وبالتالي وانا بعمل السؤال اوعى تكمل عادي كده، لا طبعا لازم اغير بحيث ان السؤال بتاعي يبقى ليه معنى، لازم اغير في السؤال. يعني لما اجي اعمل سؤال هنا المفروض ان انا ابدأ ب is وبعدين الفاعل بتاعي هو هي. طب اكمل بقى واقول is he a doctor؟ هقول لك لا غلط طبعا. ازاي هسأل اقول هل هو دكتور ويقول لي لا ده هو دكتور؟ هقول لك لا طبعا الكلام ده غلط، لان ان هو ما معاش not يبقى لازم اغير في السؤال. يعني هقول is he a teacher؟ is he a teacher؟ طبعا هنا لو شفت معنى السؤال بقى هل هو مدرس؟ فقال له في الاجابه لا ده هو طبيب. يبقى اذا لو نو ما لقيتش معاها not، يعني لو نو لقيت جاي وراها جمله مثبته، فبالتالي لازم اغير في السؤال عشان ادي المعنى الصحيح. نفس الكلام هلاقيه مع المودال فيربس. يعني لو الإجابة بيس ونو لقيت إن الفعل المساعد بتاعي من مودال فيرب، بدل مع الفاعل وإنت مغمض عينيك وما تعملش أي حاجة تانية. For example، على سبيل المثال When I say yes he will travel to London، yes he will travel to London، أيوة هو هيسافر للندن. طبعا لما أشوف الإجابة هنا بتاعتي هلاقيها بيس، فبالتالي لازم أبدأ بالفعل المساعد. رحت لقيت الفعل المساعد بتاعي هو will وده من المودال فيربس، فبالتالي هبدأ بيه وابدله وما اعملش اي حاجة تانية. يبقى اذا هقول will he travel to London، will he travel to London. Another example when I say no Ahmed's sister shouldn't take the medicine، again when I say no Ahmed's sister shouldn't take the medicine، يعني اخت احمد لا يجب ان تأخذ الدواء. طبعا هنا لما اشوف هلاقي الإجابة بنو معناها ان انا هسأل بفعل مساعد. طبعا في ناس بتفكر ان المستر بيقول لي اول ما الاقي يس ونو باخد كلمتين وبدلهم مع بعض وخلاص. قال لي لا طبعا انا لازم اروح للفعل المساعد مهما كان الكلام اللي قبله. طبعا هنا احمد سيستر ده السبجكت بتاع الفاعل، طب فين الهيلبينج فيرب؟ هلاقيه شود وده من المودال فيربس، فهاخده وابدا بيه واقول شود. طبعا هشيل منها النقط لان دي اللي كانت جايه مع No، فبالتالي هقول should. طب فين اللي قبلها؟ اللي قبلها ده كله يجي بعدها. يعني اذا هقول should Ahmed's sister take the medicine، should Ahmed's sister take the medicine. يبقى اذا طالما الإجابة بتاعتي بيس ونو ولقيت الفعل المساعد بتاعي من الهيلبينج فيربس، كل اللي انا بعمله ببدأ بالفعل المساعد ده واقلب مع الفاعل واكمل بقية السؤال واحط الكويستشن مارك بتاعتي. تعال نشوف النوع الثاني النهارده وهو verb to do. قلنا يا جماعة ان verb to do لما يكون جاي كفعل اساسي بيبقى الموضوع مختلف شوية لما اجي انفي او اجي اعمل سؤال. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي yes I do my homework every day، yes I do my homework every day، ايوة انا بعمل الواجب بتاعي كل يوم. لما اجي اكون سؤال طبعا الناس كلها هتروح على do وتقول do you your homework every day، واحنا قلنا يا جماعة لما كنا بنين فيه الكلام ده خاطئ تماما. اذا كان do does و did افعال اساسية صحيح انا باخدها اعمل بيها سؤال، ولكن بسيب مكانهم التلاتة do، يعني لازم معاهم الفعل يرجع لأصله. يبقى المثال اللي عندي ده لما يجي يقول لي yes I do my homework every day ويجي يقول لي اعمل سؤال، هقول له انا هاخد do بس هسيب مكانها do، فبالتالي هقول do you do your homework every day. Again do you do your homework every day. Another example مثال تاني when I say yes she does well in the exams، yes she does well in the exams، أيوة هي بتأدي بشكل كويس في الامتحانات. طبعا لما الناس هنا هتشوف ان الإجابة بيس هتقول لي أيوة انا هبدأ بالفعل المساعد، فهتروح تجيب does وخلاص وبدل مع الفاعل فتقول لي does she well in the exams. احنا عايزين نتفق ان verb to do ما ينفعش يجي كفعل مساعد الا لو كان وراه مصدر، الا لو كان وراه مصدر يعني في النفي في السؤال. طالما الفعل المساعد بتاعي do does و did ما ينفعش يقف لوحده ابدا، لازم يجي وراه مصدر. فبالتالي انا المفروض ان انا اقول does she، طب فين الفعل اللي جاي مع does؟ لازم اقول do،
يبقى إذن does she do well in the exams? Does she do well in the exams? المثال الثالث when I say yes أحمد did his homework. Yes أحمد did his homework. طبعا هنا الإجابة ب yes معناها إن السؤال بتاعي هيبدأ بفعل مساعد فالناس هتقول الفعل المساعد بتاعي did. هقول لك حاسب إذا كان الفعل المساعد بتاعي did جاي كفعل أساسي يعني مش جاي معاه فعل كمان خده بس سيب مكانه do فبالتالي هقول did أحمد do his homework. Again did أحمد do his homework. يبقى هنلخص الكلام ونقول إذا كان verb to do جاي كفعل أساسي وإجابتي بيس ونو باخد التلاتة دول اللي هما do و does و did بس بسيب مكانهم التلاتة do. لكن لو هما موجودين في النفي يعني لما يقول لي no I don't like tea. No I don't like tea. لا أنا بحبش الشاي. طبعا الإجابة هنا بنو. طيب إذا هبدأ بالفعل المساعد اللي هو do وهشيل منه not. فإذا هقول do you like tea. لا يعني انا مش هسيب دو مكان هقول لك لا هي مش جايه كفعل اساسي ده جايه كفعل مساعد خلاص فانا لما باخدها ما بسيبش مكانها اي حاجه انا بسيب مكانهم الثلاثه دو لما يكون الثلاثه جايين كفعل اساسي مش كفعل مساعد. مثال اخر when I say no she doesn't watch TV. No she doesn't watch TV. طبعا الاجابه هنا بنو هروح هلاقي الفعل المساعد بتاعي doesn't هشيل منه not واخده فاذا هقول does she watch TV. Does she watch TV. ايه ده مصر يعني ما قولش does she do watch TV. هقول لك لا طبعا لان don't or doesn't or didn't هنا جاينا افعال مساعدة فبالتالي ما اقدرش ابدا ان انا اسيب مكانهم دو. اذا انا بسيب مكانهم دو في حالة واحدة بس لما يكون جايين التلاتة كفعل اساسي. لما هلاقي verb to have جاي كفعل اساسي يعني مفيش فعل وراه هنا هقول له لا انا مش هقدر اخده واعمل بيه سؤال لاني لو خدته هنا مش هسيب فعل اساسي في الجملة فبالتالي قال لي بجيب do او does او did مكان have او has او had ورجع have او has او had لهاف لان شكل ما قلنا ان do does و did لازم يجي وراهم الفعل في المصدر بدون اي اضافه. طيب امال لو كان verb to have يعني have و has و had جايه كافعال مساعده وقلنا يعني ايه قبل كده جايه كافعال مساعده يعني جاي وراها فعل اخر. قال لي في الحاله ديت لو الاجابه بتاعتي بيس و نو باخد have و has و had وعادي جدا بعمل بيهم سؤال. For example على سبيل المثال when I say yes I have a car. Yes I have a car and Yes, I have got a car. الإجابتين الاثنين معناهم إن نعم أنا عندي سيارة. طب يا ترى لما أجي أعمل سؤال في الجملتين اثنين هيبقى هو نفس السؤال؟ لا طبعاً. في الجملة الأولى بيقول لي Yes, I have a car. طبعاً الإجابة هنا بيس معناها إن أنا هسأل بفعل مساعد هروح ألاقي have. بس قلت لما ألاقي have وhas وhad بستنى شوية. يا ترى جاي وراهم فعل تاني ولا مش جاي؟ هنا مش جاي وراها فعل اخر فبالتالي ما اقدرش اخدها واعمل بيها سؤال يعني ما اقدرش اقول have you a car. هقول لك لا كده الاجابه خاطئه. طب امال قال لي طالما هاف هجيب مكانها دو ويبقى السؤال بتاعي do you have a car. Do you have a car. ده بالنسبه للسؤال الاول. اما في الاجابه الثانيه اللي كان بيقول لي yes I have got a car هنا الاجابه بيس يبقى انا هروح اشوف الفعل المساعد بتاعي هروح الاقي هاف. طب يا ترى جاي وراه فعل اساسي هقول ايوه طبعا جاي وراه فعل اساسي اللي هو got فبالتالي عادي جدا ان انا اخدها واعمل بيها سؤال فبالتالي هيبقى السؤال have you got a car. Have you got a car يعني هل انت عندك سيارة. يبقى لاحظ السؤالين اختلفوا على وين الإجابة واحدة. السؤال الأولاني ما قدرتش أخد هاف وأعمل بيها سؤال لأن مش جاي وراها فعل أساسي. أما في الإجابة التانية خدت هاف وعملت بيها سؤال لما حد يسألني ليه هقول له لأن سايب وراها فعل أساسي اللي هو كلمة got. Another example مثال تاني when I say yes he has a pen and yes he has got a pen. الإجابتين نفس المعنى يعني أيوة هو معاه قلم. طب يا ترى السؤالين هيبقوا نفس السؤال؟ هقول لك لا طبعا. في الاجابه الاولى بيقول لي yes he has a pen. طبعا لما ابص هنا على has مش هلاقي وراها فعل اساسي يبقى مش هاخدها. هجيب مكانها does وبعدين اجيب he الفاعل بس has هترجع لاصلها اللي هو have فيبقى السؤال بتاعي does he have a pen. Does he have a pen. اما الاجابه الثانيه بيقول لي yes he has a pen. طبعا لما اروح هنا الهاز عشان ابدا بيها هاخدها عادي جدا ليه؟ سايب وراها فعل اساسي فبالتالي هقول has he got a pen.
has he got a pen. يبقى إذن في الأولى ما ينفعش أبدأ بهاز لأن ما فيش وراها فعل أساسي، لكن الثانية هبدأ بهاز لأن وراها فعل أساسي. لو بصينا على المثال الثالث بيقول لي Yes, they had dinner at 9. Yes, they had dinner at 9. And yes, أحمد had played the game. أحمد had played the game. طبعا لما بص على الإجابتين دول برضو حلاقي هاد جاية بحالتين اتنين. الحالة الأولى وهي في الإجابة اللي فوق حلاقي إن هاد جاية كفعل أساسي مش جاي وراها فعل تاني، فبالتالي مش هقدر أخدها أبدا وأبدأ بيها، فهجيب مكانها did لأنها في الماضي، فهقول did they have لأن لازم أرجع الفعل الأصله dinner at 9. Did they have dinner at 9؟ يبقى كده بدأت بديت، هقول له ما ينفعش أخد هاد لأن مفيش وراها فعل أساسي. طيب اما في الجمله الثانيه اللي بيقول لي فيها yes احمد had played the game، يعني ايوه احمد لعب المباراه، طبعا لما اروح هنا الهاد هلاقي جاي وراها فعل اساسي، فبالتالي هاخدها وابدا بيها عادي جدا فاقول had احمد played the game. Had أحمد played the game. ملاحظ إن أنا إذا كان موجود اسم في الإجابة بطلعه نفس الاسم في السؤال لكن ما عوضش عنه بضمير، يعني ما ينفعش أقول had he played the game. Had he played the game. لا لازم أقول had أحمد played the game. يبقى إذن إذا لقيت الإجابة بيس ونو والفعل المساعد بتاعي هو have أو has أو had هستنى شوية، لو لقيت وراهم فعل باخدهم عادي جدا وابدأ بيهم واعمل بيهم السؤال، أما لو ما لقيتش وراهم فعل هات مكانهم do أو does أو did ورجع الفعل الأصله اللي هو have. نيجي بقى للنوع الأخير من الإجابات اللي أنا مش هلاقي فيها أصلا فعل مساعد من اللي احنا حافظينهم، يعني verb to be or verb to do or verb to have or modal verb. أنا ما لقيتش أي فعل مساعد من دول، يا ترى هعمل إيه لو الإجابة yes؟ قال لي لو الإجابة بيس وما لقيتش فعل مساعد، دايما قلنا يا جماعة إذا احتجت فعل مساعد ومش موجود في الجملة أي فعل مساعد من اللي أنا عارفهم بروح أجيب do or does or did. do أو does أو did بس، ما ينفعش أجيب أي فعل مساعد تاني. طب وبعدين قال لي بعد ما أجيب do أو does أو did بجيب الفاعل وأرجع الفعل اللي عندي اللي موجود لأصله وأكمل بقية الجملة وأحط علامة الاستفهام الquestion mark بتاعتي. For example على سبيل المثال when I say yes we like tea. Yes, we like tea. طبعا الإجابة هنا بيس، رحت عشان أبدأ بالفعل المساعد ما لقيتش أي حاجة من اللي أنا حافظها، يبقى لازم أروح للفعل الأساسي وأشوف شكله عامل إزاي. احنا قلنا يا جماعة إذا ما لقيتش فعل مساعد بلاقي الفعل الأساسي في شكل من التلاتة، يا إما إنه مصدر، يا إما إنه فعل plus S or ES، يا إما إنه بيكون فعل في الماضي. هنا حلاقي مصدر اللي هو كلمة like، فبالتالي بجيب do وأقول do you، شكل ما احنا عارفين إنه we ضمير المتكلم بتتحول لضمير المخاطب you، ويو هنا معناها أنتم لأنها جمع، فحقول do you like tea. do you like tea. المثال الثاني لما يقول لي yes Rana watches films. yes Rana watches films. طبعا في المثال ده حلاقي ان الإجابة بيس وما فيش فعل مساعد، فبالتالي حروح للفعل الأساسي حلاقي watches الفعل ده plus es، فبالتالي لازم حجيب does. يبقى إذن هبدأ بالهيلبينج فيرب بتاعي does، وبعدين قال لي هجيب الفعل وراه اللي هو runner، يبقى does runner. طب الفعل هيجي شكل ما هو؟ قال لي لا طبعا لازم أشيل منه الاس or es، فبالتالي لازم أقول does runner watch films. does runner watch films. أما في المثال الثالث لما يجي يقول لي yes أحمد ate كشري. yes أحمد ate كشري، يعني أيوة احمد ضرب كشري امبارح. طبعا لما اجي اشوف في السؤال ده هلاقي ان الاجابه بيس والفعل بتاعي في زمن الماضي، طبعا مفيش فعل مساعد، واذا كان مفيش فعل مساعد والفعل بتاعي في زمن الماضي اذا الفعل المساعد بتاعي اللي انا هجيبه هو did، يبقى اذا هبدا السؤال بديد، وهنا ما اقولش شكل ما قلت did he، لا لازم اقول did احمد، تاني لازم اقول did احمد. طب يا ترى هقول ate؟ هقول لك لا طبعا، لا لازم تبقى eat. وهنا ناس بتخطأ كتير جدا لان هي بتحط في دماغها ان الافعال الماضي كلها هلاقيها في اخرها دي اور اي دي، لا يا جماعة ده نوع واحد من الافعال اللي هو الريجولر فيربس، لكن انا عندي افعال الريجولر يعني شاذة او غير منتظمة، طبعا ما ينفعش ازود لها دي ولا اي دي، فبالتالي برجعها لاصلها، فاذا هقول did احمد eat كشري. did احمد eat
كشري. امتى السؤال يبدا باداه استفهام طالما الاجابه بتاعتي مش بيس ولا نو؟ يعني لما اشوف الاجابه تحت مش بيس ولا نو يبقى اذا انا بعمل سؤال بيبدا باداه استفهام، وهنا انا بختار اي حاجه في الجمله وابدا اعمل عليها سؤال، يعني ممكن كذا جزء في الجمله انا اقدر اعمل عليه سؤال. طبعا ادوات الاستفهام like what, when, where, why, what time, how many, how much, etc. دي كلها بسميها أدوات استفهام. طبعاً أداة الاستفهام بتختلف على حسب الجزء اللي أنا بسأل عنه في السؤال، يبقى هنا لازم أكون حافظ كل أداة استفهام بتسأل عن إيه. طيب جميل، طب إزاي هكون بقى السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام؟ شكل ما قلت قبل كده يعني سواء ببدأ سؤال بفعل مساعد أو ببدأ سؤال بأداة استفهام برضو كده كده بحتاج الفعل المساعد، لأن لما أسأل بأداة الاستفهام هلاقي وراها helping verb فعل مساعد وبعدين subject وبعدين فعل وبعدين المين فيرب اللي هو الفعل الاساسي وبعد كده بتيجي الكومبلمنت اللي هي تكمله السؤال. For example على سبيل المثال when I say my favorite subject is English. When I say my favorite subject is English. طبعا هنا لو جيت قلت لك اسال لي على كلمه English. English دي اسم غير عاقل فبالتالي لما اسال عنه هسال عنه بكلمه what. ثاني هسال عنه بكلمه what. وات دي بسميها أداة استفهام. طيب أداة الاستفهام دي المفروض إيه اللي أنا بجيبه وراها في السؤال قال لي اللي بيجي وراها الفعل المساعد. طبعا لما هروح هلاقي هنا الفعل المساعد بتاعي is. أنا قلت يا جماعة verb to be سواء فعل مساعد أو فعل أساسي كده كده باخده وأعمل بيه كل شيء. فبالتالي هقول وات is يبقى اللي جه ورا وات هو is وبعدين قال لي كل اللي قبلها يجي بعدها لأن هو ده الفاعل. طيب عارفين ان ماي بتطلع في السؤال يور فتبقى what is your favorite subject. What is your favorite subject يعني ما هي مادتك المفضله. Another example مثال تاني when I say I will go to Aswan tomorrow. I will go to Aswan tomorrow يعني انا سوف اذهب الى اسوان غدا. طبعا هنا لو قلت لك ايه اللي انا ممكن اسال عنه في الجمله دي هتقول لي ممكن اسال عن tomorrow وده زمن. طب هسال عنه بايه؟ هتقول لي هسال عنه بوين. طيب ممكن اسال عن ايه كمان؟ هتقول لي ممكن اسال عن to Aswan وده place المكان. طب بسال عنه بايه؟ هتقول لي بسال عنه ب where. طبعا لما اقول لك هنا انا هكمل السؤال ازاي هتقول لي ايوه بعد اداه الاستفهام انا لازم ادور على الفعل المساعد. لما هروح للفعل المساعد هنا هلاقيه ويل. ويل ده شكل ما انت قلت لي ان هو مودال فيرب يعني ما بفكرش ببدو على طول سواء في النفي او في السؤال. فاذا هقول وين ويل. وين ويل. طب وبعدين قال لي الفاعل اللي هو اي هطلعه يو فتبقى وين ويل يو. When will you وكمل عادي خالص go to Aswan. When will you go to Aswan واحط الكويستشن مارك بتاعتي علامه الاستفهام. طبعا هنا انا ممكن اجيب tomorrow قال لي لا طبعا طالما جبت اداه الاستفهام لازم اشيل الاجابه بتاعتها. اما اداه الاستفهام الثانيه وهي where اللي معناها اين عشان اسال بيها واقول لك امال هشيل ايه في الجمله لما اسال بيها هتقول لي هشيل to Aswan. To Aswan يعني ما تشيلش Aswan بس هقول لك لا هتشيل to Aswan لان هو ده المكان. طيب هكمل السؤال ازاي؟ قال لي بعد where محتاج فعل مساعد هروح الاقي will خلاص ما بفكرش بجيبه وبعدين الفعل بتاعي اي هحوله ليو فيبقى where will you go وهنا لازم اجيب tomorrow لاني انا ما سالش عنها. تاني where will you go tomorrow يبقى اذا هنا لما جيت كونت السؤال جبت اداه الاستفهام وبعدين الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل الاساسي وعلى طول حطيت التكمله والكويستشن مارك. طيب another example مثال تاني when I say احمد plays football to be fit. احمد plays football to be fit يعني احمد بيلعب الكوره عشان يكون قوي. طبعا هنا لو بصينا to be fit هلاقيه ان هو سبب. طيب وانا بسال عن السبب بايه؟ هقول لك انا بسال عن السبب بكلمه why يعني why يعني لماذا. طيب انا عايز اكمل السؤال يبقى اذا هقول why واجيب وراها فعل مساعد. رحت ايه ده؟ مفيش فعل مساعد. طيب طالما مفيش فعل مساعد برافو عليكم ممتازين يبقى انا هروح بس لدو وداز وديد على طول هشغل دماغي هلاقي ان الفعل بتاعي
في اس، فبالتالي لازم اجيب داز. يبقى اذا هقول واي داز، واي داز. قلت طالما قلت داز بجيب وراها الفعل اللي هو احمد، بس لازم اشيل الاس الموجوده في الفعل، فتبقى واي داز احمد بلاي فوتبول. واي داز احمد بلاي فوتبول. مستر انا هكمل تو بي فيت، هقول لك لا يا باشا. ليه؟ لان تو بي فيت دي هي الاجابه، ما اقدرش اجيبها مع اداه الاستفهام بتاعتها. Another example, when I say I have a car, I have a car. وهنا قلت لك اسألني مثلا على كلمة car. car دي اسم غير عاقل، فأنا هسأل عنه بكلمة what. what دي أداة استفهام محتاج وراها فعل مساعد، هروح ألاقي have. أيوة برافو عليك، أنت قلت يا مستر لما ألاقي have، فاستنى شوية أشوف يا ترى وراها فعل أساسي ولا مفيش. هنا مفيش وراها فعل، فبالتالي هجيب برافو عليكو do، فهقول what do واي هتطلع you، يبقى what do you have. what do you have. طب لو جاب لي نفس المثال يا مستر وقال لي I have got a car، I have got a car يعني انا عندي عربيه، ده هو نفس المثال. وقلت لك برضه اسال لي بكلمه what، هتقول لي what دي بتسال عن السياره، يبقى اذا في الاجابه السياره هتتشال. طيب what محتاج وراها فعل مساعد، هروح الاقي have. طب اخدها ولا اديت الاستفهام؟ هتقول لي ايوه هاخدها. ليه؟ هقول لك اصل جه وراها فعل اساسي، فبالتالي هقول what have، واي هتطلع يو، يبقى what have you got. what have you got، واحط الكويستشن مارك بتاعتي. another example، مثال تاني. when I say احمد does his work at 7 o'clock، احمد does his work at 7 o'clock. طبعا لما اجي اقول لك اعمل لي سؤال هتقول لي والله انا هسال ب what time. what time دي بتسال عن التوقيت، يبقى عشان اسال what time يبقى اذا هشيل at 7 o'clock. at 7 o'clock يبقى انا هسال what time. what time دي محتاج وراها فعل مساعد، هروح الاقي does. برافو عليكم، فعلا انت قلتيها يا مستر لما does يجي كفعل اساسي باخدها صحيح بس بسيب مكانها do، فبالتالي هقول what time does احمد do his homework. what time does احمد do his homework. اوعى تقول what time does احمد his homework. قلت لك ركز do does و did، لما يكون جايين كفعل اساسي لو نفتهم سيب وراهم do، لو خدتهم في السؤال سيب مكانهم do، فبالتالي هقول what time does احمد do his homework. what time does احمد do his homework. طيب امتى بقى انا مش محتاج التركيبه بتاعت السؤال دي لما اجي اعمل سؤال؟ يعني امتى لو عايز اعمل سؤال انا مش مقيد بالتركيبه بتاعت اداه استفهام فعل مساعد واروح اجيب الفاعل وبعدين اكمل؟ قال لي في حاله واحده بس لما اجي اسال عن الفاعل، سواء كان الفاعل ده عاقل او غير عاقل، وهنا ما بتختلفش اداه الاستفهام هو عن وقت. يعني عادي جدا بسال بو، بسال بوات، بسال باي اداه الاستفهام عن الفاعل. كل اللي انا بعمله بشيل الفاعل واحط اداه الاستفهام واكمل عادي خالص واحط كويستشن مارك. في فعل مساعد فيه؟ ما فيش فعل مساعد، ما بروحش اعمل تركيبه السؤال ده. فور اكزامبل، على سبيل المثال when I say احمد won the game، احمد won the game يعني احمد كسب المباراه. لما اجي اقول لك هنا اسال لي بهو، هو هنا أداة الاستفهام بتسأل عن الاسم العاقل، والاسم العاقل هنا هو أحمد، يبقى إذا أحمد ده لازم أشوف موقعه في الجملة، هتقول لي ده فاعل. طيب إذا لما أسأل عن أي فاعل بشيل الفاعل وأحط أداة الاستفهام بتاعتي وخلاص، فبالتالي هقول who won the game. who won the game. مستر انت هنا ما جبتش ديد، مش حضرتك قلت ان لو في فعل في زمن الماضي بجيب ديد وارجع الفعل اصله؟ هقول لك ماشي حبيبي، الكلام ده لو انا بسال عن اي حاجه تانيه غير الفاعل، انما هنا لاني بسال عن الفاعل كل اللي انا عملته شلت الفاعل وحطيت اداه الاستفهام اللي هي هو، فبقت هو won the game. هو won the game. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو عجبتك الحلقة شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد إن شاء الله. وكمان شكل ما أنت متعود هتحل من الكتاب، هتحل التمارين اللي موجودة على الجرامر ده من الكتاب بتاعك، سواء كان الكتاب اللي معاك بيت بابيت أو المعاصر أو جيم، لأن إن شاء الله في الحلقة الجاية شكل ما إحنا متعودين هنحل التمارين دي وأنت تراجع معانا التمرين بعد ما حليتها وتشوف هل أنت حليت غلط ولا صح.
ولو غلط غلط ليه، ولو صح صح ليه، وتعرف الصح وتعلم عليه. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله مع حل التمارين بتاعة الكتب اللي معاكم، وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جو باي، السلام عليكم.